مساء الخير حبايبي، شو كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الحبايب الكل بخير. احييكم من قناتي، قناة مملكة الفنون والتجميل. وان شاء الله اليوم راح نعمل ماسك رائع جدا للخوات اللي يبحثوا عن ماسك بسيط ويحصلوا على فعالية كبيرة. راح نعمل اليوم هذا الماسك، ان شاء الله يكون بمتناول الجميع، يعني جميع الخوات بيكون متوفر عندهم. كمان ان شاء الله بيكون بيوالم جميع الخوات، حتى البشرة الحساسة، البشرة فيها حبوب، البشرة الدهنية، البشرة الجافة. راح نعمل اليوم ماسك رهيب جدا جدا من الشوفان. راح نعمل حبايبي ماسك الشوفان وتونر الشوفان، وراح نعمل سيروم الشوفان، ثلاث مواد من ملعقتين شوفان فقط. انا هون قبل ما ابدي بالفيديو شو سويت، اخذت ملعقتين من الشوفان وخليته بماء زي ما انتم شايفين، لاني حابه اخذ الحليب تبعت الشوفان. طريقة عمل حليب الشوفان سهلة وبسيطة وما فيها أي تعقيدات. ما عليكي إلا تاخذين خلينا نقول كوباية بقد هذا الشوفان، تحطيها على لتر مي، تنقعيها هيك ساعة ساعتين، بعديها تخلطيها بالخلاط، بعديها تصفيها. بالنسبة لل يعني شلون نقول خفة الحليب او الثخن تبعت الحليب، راح يكون حسب ما انت حابته. اذا حبيتي يكون شوية ثقيل ضيفي له ضيفي الشوفان كثير والمي قليل، اما اذا ردتي شوية خفيف ممكن تضيفين الماء عشان يصير اخف. طريقته كلش سهلة وبسيطة وان شاء الله تكون بمتناول الجميع. طبعا انا طلعت كثير وصفات من الشوفان، عملت لكم صابون من الشوفان وعملنا خلطات كثير من الشوفان، واليوم راح اعيد فيها كم وصفه تذكار للخوات عشان يتذكروا كيف يعملون الشوفان. طبعا حبايبي قبل ما نبدا بالفيديو يا ريت حبايبي دائما تفعلون الجرس الاشتراك وتفعيل الجرس زين، وإذا عجبك الفيديو ممكن تعملين لايك. طبعا اليوم الفيديو اللي على قناتي، قناة مملكة الفنون اليدوية، راح يكون للخوات اللي طلبوا من عندي، وراح أقول مدى فعالية هذا الماسك على البشرة وعلى الإيد. الخوات اللي طلبوا من عندي تسمين الوجه والإيد، راح اعطي وصفة بسيطة جدا وان شاء الله بتكون من مكونات فقط. راح يكون هذا الفيديو على قناتي، قناة مملكة الفنون اليدوية. راح يكون هذا الفيديو مو بس ينص يعني يسوي خدود، في كتير خوات ما بيحبوا خدود كثير كبيرة بالوجه، لان اصلا هو سالمونيلا ما في خدود هيك يعني كثير كبيرة وهيك، يعني حلو الوجه يكون متعادل. المهم حبايبي راح يكون هذا الفيديو كمان اللي تسمين الوجه، راح يكون كمان شد وإزالة التجاعيد ونتيجته رائعة جدا جدا. يا ريت تشوفوا الفيديو اللي حابة تنصح الوجه أو الإيدين. طيب اما هسه حبايبي فراح يكون الفيديو زي ما قلنا على قناتي، قناة مملكة الفنون والتجميل، من الشوفان. الشوفان حبايبي للبشرة، شلون نقول للتجميل البشرة وصحة الجسم. الشوفان يصفي البشرة ويجعل البشرة نظرة ومتألقة، الا في نسبة عالية ومجموعة كبيرة من الفيتامينات، يزيل الخلايا الميتة، يرطب البشرة، يمنحها نعومة نضارة، يزيل ويعالج حب الشباب، يعالج الاكزيما والطفح الجلدي. بنفس الوقت حبايبي اللي يصيب البشرة يقلل حجم المسامات وعلامات الشيخوخة بالبشرة، يزيل الهالات السوداء تحت العين، ويزيل الانتفاخ تحت العين، ويزيل البقع الحمراء والبنية من الوجه. بس كل هذا يعني لازم تستمري عليه.
انا سويت منها طريقة الصابون، وعلمتكم انكم ما اذا حابين تسوون فيه تغسلون وجهكم كبديل للصابون اكثر من فيديو عندي، واللي حابات تقدر ترجع للفيديوهات وتشوف الفيديوهات اللي انا قدمتها بهاي الفترة. الفيديوهات اللي حابة تشوف الشوفان وفيديوهات الشوفان ترجع على قناتي. طبعا حبايبي انا عملت الشوفان، وراح اذكر ممكن تعملين الشوفان، راح اعطي كثير ماسكات اللي حابه تحضر ورقه وقلم وتكتب. واشكر كثير الاخت اللي دائما تكتب بالتعليقات الوصفه تبعتي، صراحه لك مني جزيل الشكر والتقدير. راح اعطي اول وصفه رقم واحد، ممكن تستعملها البشره الدهنيه والجافه، ممكن نستعمل زيت الزيتون مع البياض البيض مع الشوفان، ممكن نستعمل حبايبي عصير التفاح مع الشوفان والليمون، وهذا ينفع للبشرة الدهنية. ممكن نستعمل عصير الطماطم مع الشوفان، وهذا ينفع البشرة الدهنية. ممكن والبشرة الداكنة والبشرة اللي فيها حبايبي بقع داكنة كمان ينفعها. الشوفان والعسل مع الحليب حبايبي، الحجم شوفوا انتو مثل الكريمي. طيب هذه العسل ملعقة صغيرة، شوفان نقول ملعقة كبيرة، الحليب الحجم شوفيه كريمي صعب. طبعا حبايبي نستعمل الشوفان، ممكن نستعمله نطحنه مطحون، وممكن نستعمله حبوب، يعني قصدي غير مطحون، وتنقعيه بالمي وراح هو من حاله يصير مثل الكريمي. راح نستعمله هذا كمان حبايبي كإزالة التجاعيد حول العين، كمرطب للبشرة، يعالج الخطوط مهما كانت قوية بالبشرة. طيب للانتفاخ اللي تحت العين، وبنفس الوقت للهالات السوداء راح نستعمل الشوفان والموز والحليب، والتجاعيد ينفع كمان للتجاعيد البشرة كمان. طبعا كمان حبايبي ممكن نستعمل لتبييض البشرة الشوفان مع اللبن مع الليمون، وهذا ينفع كمان البشرة الدهنية بنفس الوقت. طبعا البقية انا اللي ما قاعد اقول للبشرة الدهنية تنفع للبشرة الجافة والبشرة المختلطة اكيد. كمان زيت اللوز مع الشوفان مع الحليب قلنا هذا ترطيب رائع جدا جدا للبشرة، وغني بالمواد اللي تشد البشرة وتزيل المسامات الواسعة من البشرة. اما حبايبي السودة الخبز اللي هي البيكربونات اللي نستعملها بالطبيخ رائعة جدا جدا، لو اخذنا قليل من البيكربونات اللي سودة الخبز مع زيت الزيتون مع الشوفان فظيعة جدا جدا كمان. الشاي الاخضر مع الشوفان فظيع جدا جدا كمان حبايبي للبشرة. هيني عدت لكم اكثر من وصفة، واللي عدها وصفة اما مع اللبان الذكر فانا عملت لكم كثير مع اللبان الذكر. لو اقعد هسه بشرح لكم اليوم ما نخلص والفيديو يصير طويل واخذ تعليقات سلبية كثيرة. طبعا هذا حبايبي مو الشوفان، هذا اللبان الذكر. حيكون اللبان الذكر اختياري، اللي كانت عدها لبان الذكر ممكن تستعمل اللبان الذكر، اما اللي ما عدها اللبان الذكر فبتكون بديل قليل من الحليب، قليل يعني الكمية اللي راح احطها لبان الذكر تكون بديلها الحليب حبايبي، راح يكون الحليب بديل اللبان الذكر، ممكن يكون حليب جوز الهند او الحليب تبعت اللوز او الحليب اي حليب موجود عندك. طبعا اللبان الذكر انا من محبين فيه، وهذا خليته هون عشان دائما بالقطنة الصبح امسح فيه بشرتي، كتير حلو للبشرة. راح نتوكل على الله ونبلش باول اشي، نبلش بالتونر عشان نستخرج المي، بعدين نبدي بالماسك، بعدين راح نبدي كمان بالحبايبي، نبدي بالطريقة رائعة جدا هي طريقة عمل السيروم، وهذا السيروم راح يكون كتير حلو للخوات اللي حابين يزيلوا جميع التجاعيد، بيرطبوا البشرة، بيسكروا مسامات، بيعالجوا تغذية عميقة عميقة جدا جدا. زي ما انتم شايفين انا هون ماخذة ملعقتين اكل مع نصف كوباية من الماء. طيب نقعت الشوفان مع الماء، يعني هاي كوباية كبيرة أنا عندي، ممكن تحطين ملعقتين أكل مع كاسة شوفان كبيرة، بس أنا حابة يطلع الحليب عندي كثير شوية ثقيل، راح أخذ ملعقة أكل
عفوا راح اخذ فقط الماء، فقط الماء راح ناخذ فقط الماء، هذا المتبقي راح نسيبه يصفي الحالة. هذا هو حبايبي الماء تبعت، ان شاء الله بيكون واضح. هذا حبايبي هو حليب الشوفان، راح ناخذ فقط الحليب الشوفان. حليب الشوفان اخذنا ملعقتين اكل من الشوفان مع ماء نصف الكاسة ماء، وممكن تزيدين المي ما في اي مشكلة. نقعتهم تقريبا 3 ساعات وهيكم شايفين بدون خلط بدون اي شيء حصلت على الحليب تبعت الشوفان. شو راح اسوي حبايبي بهاي الطريقة؟ انا هون زي ما انتم شايفين حاطة انا اللبان الذكر، حاطة اللبان الذكر، راح اضيف اللبان الذكر كل اللي عندي. خلينا نقول فنجان من الماء اللبان الذكر مع الحليب الشوفان، فنجان من اللبان الذكر، ماء اللبان الذكر مع الحليب الشوفان اللي صفيناه. شو راح نسوي له هسه حبايبي؟ راح ارجع استرجع هون وراح اورجيكم شو راح نعمل ان شاء الله. زي ما انتم شايفين انا عبيته كله هون وبقت كمية من عنده، الكمية الباقية ممكن نعملها حبايبي قوالب ثلج ونحطها بالفريز. هذا المتبقي ممكن نعمله قوالب ثلج ونحطها بالفريز. اما حبايبي هذا راح يعتبر سيروم، عفوا تونر. هذا التونر ممكن نستعمله 3-4 مرات بحالة ما في لبان الذكر، قلنا نستعمل شلون نقول نص بنص، نص حليب نص اللبان، نص حليب ونص الثاني الشوفان. يعني حيكون حليب الشوفان مع حليب اي حليب انت حابة تستعمليه، اللوز او جوز الهند او الحليب العادي، وراح نخلطه مع بعض. والحليب الاثنين مع بعض رائع جدا جدا. ممكن نضيف له حبايبي ملعقة صغيرة جدا من العسل اذا حابة، او اي زيت مفضل عندك ممكن نضيف له قليل جدا من عنده. وراح نبلش نستعمله لبشرتنا. هاي الطريقة سهلة وبسيطة. ممكن نضيف له فيتامين اي، ممكن نستعمل له اي زيت انتي بتحبيه لبشرتك، ما في اي مشكلة حبايبي بالنسبة للزيت اللي راح تستعمل. راح نبلش هسه نعمل حبايبي الماسك، وبعد الماسك راح نسوي السيروم. السيروم راح يكون ليلي، هذا باي وقت تستعمليه ممكن تستعمليه 3-4 مرات ما في اي مشكلة حبايبي. طبعا انا هون راح اصفيه كثير كويس. ليه انا حطيته هيك حبايبي؟ لاني اريد الحليب ينزل عندي كثير ثقيل عشان اعمل الماسك، عفوا السيروم. طلع شلون صفيته، ان شاء الله بيكون انا واضح قاعدة اسوي. بعدين هعمل لكم الطريقة. طلعوا صفيته كثير كويس. بالمتبقي هذا راح نعمل الماسك، والمتبقي هذا راح نعمل السيروم. راح ناخذ حبايبي هذا هيك، وما عليكي حبيبتي الا ممكن نضيف، طلعوا هو هيك ما في اي مشكلة، ممكن ناخذه هيك ونمده على البشرة بالكامل بدون اي اضافات. نمده على البشرة ونسوي في بشرتنا. ممكن حبايبي نضيف له زي ما قلت لكم عسل، نضيف له قليل من جوز الهند، نضيف له قليل من اللبان الذكر، شوي نسويه سائل اكثر. وممكن فقط ماء او حليب او لبن زبادي، ممكن نضيف له لبن زبادي. انا من محبين اضيف لبن زبادي مع حبايبي الشاي الاخضر، لبن الزبادي مع الشاي الاخضر، واخذها وادلك فيه هيك، شايفيها مثل العجينه هيك، ادلك فيه البشره والرقبه والايد، كل بشرتي ادلكها في الشوفان، رائع جدا. ابلش هيك ادلك فيه بشرتي، سهل وبسيط بالتدليك على البشرة، رهيب جدا. أظل أدلك حبايبي دقيقتين وبعدين أحط كمية كافية وأسيبه لحد ما ينشف.
ممكن حبايبي هو هيك نضيف له كمان، اذا ما حبيتي الشاي الاخضر واللبن ممكن نضيف له البياض البيض او صفار البيض، الاثنين رهيبات على البشرة حبايبي. هذا نستعمل ممكن مرتين او ثلاثة على البشرة. ممكن حبايبي نستعمل، ممكن التونر يستعمل مرتين وثلاث، المتبقي ممكن نحطه بالفريز نسويه قوالب ثلج. هذا حبايبي يظل عندنا بالثلاجة لمدة 3 أيام. بالنسبة للتونر حبايبي يظل عندنا لمدة 10 أيام. وهسه شوفوا اللي أنا استخرجته، ليه قلت لكم أنا حابة يكون شوية ثقيل، تطلعوا شوية هيك سمكة ثقيل، تطلعوا ثقيل السمك. هسه أخذت خلونا نقول ملعقتين أكل من الحبايبي الشوفان، ملعقتين أكل من حليب الشوفان اللي كثير حبايبي خلوه يكون هيك حليب كلش غامق يعني ثقيل، عشان تستفادين من عنده لعمل حبايبي السيروم. طريقة عمل السيروم سهلة وبسيطة بنفس الوقت. طبعا حبايبي انا انقطع عندي الفيديو، معليش. انا ضفت الالوفيرا، ملعقتين اكل كانت من الشوفان وملعقتين اكل من الالوفيرا، وعشان تتاكدوا اني انا حطيت الالوفيرا بس الفيديو كان واقف عندي، حطيت ملعقتين من الالوفيرا، ممكن الالوفيرا النبات او الالوفيرا تبعت الصيدليه. شو الفرق بين النبات وتبعت الصيدليه؟ النبات ما بيتاخر من تسويه يعني سيروم، راح يظل عندك لمدة 5 أيام، أما هاي الطريقة ممكن راح تظل عندك أسبوعين بما مواد حافظة. هذا وأكيد لازم تتأكدين إنه الجل يكون عندك طبيعي 100%. راح تضيفين أي زيت، أنا بالنسبة إلي راح أضيف الزيت الورق الغار، بحبه بهاي الطريقة. حضيف ملعقة صغيرة من زيت ورق الغار، راح اضيف مثلا زيت الورد، وهذا كمان راجع لك، الزيوت اختياريه اختياريه، كمان ملعقه وسط او صغيره حسب شلون نقول درجه شلون نقول درجه بشرتك، يعني مثلا بشرتك كثير دهنيه قللي نسبه الزيوت، كانت بشرتك كثير جافه ممكن تحطين ملاعق وسط مثل هذه او صغيره، وممكن تحطين 3 أنواع من الزيوت، يعني اللي حابه حتى تقدر تضيف كبسوله من فيتامين اي كمان، ما في اي مشكله حبايبي. وتحركي وممكن تحطيه بعلبه طيب ويستعمل. وهيو حبايبي حطيتها بعلبة، بس اورجيكم اياه كيف صار. هذا هو، طلعوا هذا هو، يستعمل حبايبي هذا قبل النوم، يوميا قبل النوم تاخذين بضع قطرات من عنده وتمديه على البشرة بالكامل، رائع جدا، وراح يصير عندك تونر ماسك وبنفس الوقت سيروم رائع جدا. ممكن قوالب ثلج كمان تسوين زي ما قلنا، طريقته فعالة ومضمونة، من أول أسبوع راح تشوفين بشرة كتير حلوة، وهذا عن تجربة حبايبي. ممكن حبايبي قلنا نضيف اللبان الذكر، وهذا هو اليوم حبايبي الفيديو تبعتنا. بالنسبة للسيروم ممكن يظل عندك أسبوعين لا تخافين، هذا هو اليوم الفيديو تبعتنا، أتمنى أنه ينال رضا الجميع، وأتمنى منكم حبايبي عقب تعملوا لنا لايك وشير واشتراك، ودائما تفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، ومع السلامة.